في موضوع آخر، أدى انقلاب قارب لصيد قبالة شاطئ سابلت فجر اليوم إلى فقدان 3 أشخاص لازالت عمليات البحث عنهم متواصلة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين تم تحويلهم إلى المستشفى للتكفل بهم. ومن شاطئ السابلت ينضم إلينا الزميل عبد الملك درحمون. عبد الملك، ماذا عن تفاصيل هذا الحادث؟ صباح الخير زميلتي العلجامة، صباح الخير زملائي في الاستوديو المركزي، زملائي في الاستوديو المركزي، مشاهدينا الكرام، نحن نتواجد الآن في منتزه الصابلات، أين تعرض اليوم على الساعة 3 صباحا زورق كان يحمل 9 أشخاص على متنه إلى الغرق، وتم العثور على 6 أشخاص بقيت، والآن يتم البحث عن 3 آخرين. ولتفاصيل أكثر يحضر معي السيد رشيد العطاوي مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر ليعطينا تفاصيل أكثر عن القضية. سيدي، ماذا يمكنك أن تخبرنا أكثر عن تفاصيل القضية؟ صباح الخير. كما سبق وأن تطرقتم إليه، اليوم في حدود الساعة 3 صباحا تم اخترنا من قبل مصالح خبر السواحل على انقلاب زورق على مستوى المكان المسمى صابلت بمحادثة فندق الهيلتون. القارب كانوا فيه 9 أشخاص، 6 منهم تم الإنقاذ تاعهم، 5 حولوا إلى مستشفى مصطفى باشا، وواحد راه في حالة جيدة راكم تكلمتوا معاه، وحاليا جاري البحث عن 3 آخرين اللي راهم مفقودين. كما تلاحظون الوسائل كلها أقحمت، بما في ذلك دعم الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل ووحدات الغطس لولاية تيبازا، والعملية متواصلة، ونطلبوا الله إن شاء الله يوفقنا في العثور عليهم. ولتفاصيل أكثر سنخبركم عنها في المواعيد القادمة بحول الله. وكذلك ملك درحمون، كنت معنا إذن من شاطئ السابلة.